أهلا بيكم في قراءة أخطر كارت. حط شخص في دماغك وخلينا نشوف الشخص ده مشاعره إيه تجاهك في الفراق، أو عامل إزاي في فراقك. هل أنت بتوحشه؟ هل بيفكر فيك؟ هل عايز يصلح العلاقة دي، ولا شق طريقه وشاف مكانه في حتة تانية؟ فمن خلال القراءة دي هنقدر إن احنا نحدد ده من خلال مشاعره تجاهك، وبرضه هنشوف إذا كان دخل في علاقة جديدة ولا لأ. فأتمنى إن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. إحنا معانا مجموعتين، أول مجموعة هتكون الحجر الشفاف، يعني أعتقد أنتوا كده شايفينه، الحجر الشفاف دي هتكون أول مجموعة أو الكروت دي، تمام. في حروف برضو هسيبها لكم في أول تعليق، هتكون حروف الشريك أو حروف الشخص اللي هتحطوا نيتكم عليه، وده هيكون الاختيار الثاني الحجر الأخضر، تمام، أو الكروت دي، أو برضو الحروف اللي هسيبها لكم في أول تعليق. أنا هسيب لكم وقت للاختيار، ممكن تختار مجموعة لشخص معين في دماغك، أكتر من مجموعة لأكتر من شخص، زي ما تحب. أحيانا كمان في ناس بتختار المجموعتين لنفس الشخص، أحيانا المجموعتين بينطبقوا أو بيكون فيهم أجزاء مكملة لبعض، تقدروا تعملوا كده لو تحبوا. أنا هسيب لكم وقت للاختيار، أعتقد يعني أنتوا كده ممكن تكونوا اخترتوا، ممكن حتى توقفوا الفيديو وتختاروا براحتكم، مفيش مشكلة، تمام. خلينا نبتدي بالمجموعة الأولى، الناس اللي اختارت الحجر الشفاف واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة، ما تنساش تشترك في القناة، يشرفني طبعا انضمامكم لأسرة القناة. كمان لو كنتم من المتابعين القدامى، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله. الطاقة بتاعتك، انت فعلا في طاقة الناين اوف واند، انت شايف ان انت اخترت الشخص ده، انت كنت بتحبه جدا، كنت شايفه بالنسبة لك توأم روح، كانت علاقتكم كويسة جدا، كانت سلسة جدا، انت شايف ان كان في ما بينكم تفاهم كتير كبير جدا، وكمان انت حزين ان الشخص ده خرج من حياتك، وشايف خسارة كبيرة جدا، وبتتمنى اليوم اللي تكونوا فيه مع بعض تاني. انت عايش على ذكرياتكم ومش عارف تشوف حد تاني غير الشخص ده، وانت حزين جدا يعني بسبب التباعد اللي ما بينكم، ومش حابب ان انت تخسر الشخص ده، ومش حابب ان هو يخرج من حياتك يعني، وحزين جدا. ممكن تكون بتحاول قدر الامكان ما بتبينش الحزن ده، لكن انت باين عليك الحزن ومؤثر عليك في حياتك بشكل عام، سواء حياتك الاجتماعية او العملية كمان. انت حزين جدا، مش عايز تشوف حد غير الشخص ده، ويعني قلبك موجوع قوي، ما بتتكلمش، ما بتخرجش لجواك، وزعلان قوي. على فكرة الشخص ده عايز يصالحك، هو مش عايز ينهي العلاقة ولا حاجة. في طرف تالت احتمال، هنتأكد من الموضوع ده دلوقتي، احتمال يكون في طرف تالت، لكن ما اقدرش اقول لك مثلا ان هو باعك علشان الطرف الثالث، لا، هو ما زال عايزك وما زال عايز يصلح العلاقة معاك. يعني اكتبوا لنا برضو في التعليقات سبب الانفصال ايه، لانه بصراحة مش واضح لي هنا، مش بيتضح لنا كل حاجة يعني. هو شايفك ان انت شخص طيب قوي، كريم جدا، عارف ان انت كمان عاوز فرصة في العلاقة دي، وان انت عايز تصلح العلاقة معاه، هو متأكد من هذا الشيء، وعارف ان انت كمان ممكن تكون مستنيه، وان انت بتتخاطر معاه وبتبعت له رسائل في الهواء. الشخص ده هو شايفك ان انت توأم روح، دي مشاعره، التو اوف كابس، شايفك ان انت توأم روح، شايف ان انت فعلا الشخص اللي بتفهمه، ومن غير ما يتكلم بتكون فاهمه، وبتلبي احتياجاته وبتعمله اللي هو عايزه. هو كمان عارف ان انتوا في ما بينكم تفاهم كبير،
وعارف ان انت الشخص بالظبط، بتبقى عارف هو عايز ايه وبتعمله اللي هو عايزه من سكات، ويعني بتفهمه من عينيه، هو شايف ان انت بتفهمه من عينيه، ولما بيبقى زعلان بتفهم ان هو زعلان، لما بيبقى محتاج حاجة بتعرف هو عايز ايه، بتعرف ان انت تقرأ افكاره ومتواصل معاه يعني. فهو شايف انه يمكن حتى والدته ما بتفهموش زي ما انت بتفهمه، هو شايف ان دلوقتي العلاقة منتهية وانه حزين لانتهاء العلاقة دي زي ما انت كمان حزين بالظبط، وبيتألم زيك بالظبط يعني. طيب خليني اشوف اخبار الطرف الثالث ايه، وايه المتوقع انه يحصل لقدام. تمام، هو فعلا في طرف تالت، بس يعني احب اقولك انه حتى لما بيكون موجود مع الطرف التالت ده، افكاره بتكون معاك انت، ودايما بيعمل مقارنات وبيتخيل نفسه وهو معاك وهو موجود مع الطرف التالت، هو مش عارف يكون غير معاك انت، ونفسه فعلا انه يعمل اختيار ما بينكم، وناوي انه يعمل ده، ناوي انه يعمل اختيار ما بينك وما بين الطرف التالت، و هيقيم أموره يعني. شايف هنا في طاقة طرف تالت أهي، وهو ناوي إنه يعمل اختيار ما بينكم أنتوا الاتنين، فناوي إنه يتكلم بقى، يخرج المستخبي ويعيد تقييم الأمور، هيقارن بقى، هيقارن ويختار ما بينكم أنتوا الاتنين، ويختار إنه يبعد عن حد ويكون في بداية جديدة مع حد آخر يعني. إيه، هيقرر ده وهيعمل ده. إيه يعني، أنا بصراحة ثواني كده نوضح أكتر. أيوة، اللي أنا شكيت فيه طلع صح. إيه، على قد ما هو بيحبك، شايفك توأم روح، شايفك ان انت الشخص اللي بتفهمه، متعلق بيك جدا، بيفكر فيك حتى وهو مع الطرف الثالث، وانه ناوي انه يعمل مقارنة ويختار ما بينكم انتوا الاثنين خلاص، بس مع الاسف انا بشوف ان هو هيختار الطرف الثالث. ليه؟ اعتقد يعني انه هيختاره، هو مش مرتاح معاه ومش عايز يختاره، بس انا بشوف ان في شيء هيجبره انه يكمل مع الطرف الثالث، زي اطفال، عمل، ضغط اهل، حاجة تخص الفلوس، ممكن يبقى بيته مثلا مكتوب باسم الطرف الثالث، او هو بيشتغل مثلا عند الطرف الثالث ومعاه فلوسه، حاجة هتخليه يضطر انه يكمل مع الطرف الثالث، وهيفضل برضو عايش على امل انه يعرف ازاي ان هو يخلع نفسه من الطرف الثالث زي الشعرة من العجين ويكون معاك انت. فخليني اشوف يعني، هل هينجح انه يعمل ده ويكون معاك، ولا خلاص هيكمل حياته مع الطرف التالت ويقضيها تخاطر معاك؟ لا، هيعرف انه يخلع نفسه من الطرف التالت ويكون معاك، بس الموضوع ده هياخد شوية وقت. اديك مثلا طاقة 8 شهور من دلوقتي، يعني وقت طويل جدا، بس يعني انا ما بشوفش انه هيعرف انه يخلع نفسه بالساهل علشان يكون معاك يعني. فنصيحتك ان انت يعني تطلع شوية من طاقة الخذلان اللي انت فيها، وتشتغل على نفسك، تشتغل على تطوير ذاتك. انتوا عارفين ان انا بقولكم الحقيقة، لكن يعني هو ده اللي ظاهر معانا في الكروت، مش هقدر اوعدكم بحاجة وتعيشوا على امل كذاب يعني. قبل ما اخد لكم نصائح الملائكة، احنا معانا برج القوس بشدة، برج الميزان، برج الدلو، القوس تاني قوي هو والميزان على فكرة، العقرب برضو والدلو تاني، الميزان كمان مرة، العقرب تاني، الحمل، السرطان مرتين، الدلو والميزان تاني، مش عارف قصة الدلو والميزان والقوس مسيطرين هنا، والطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. بيقول لك playfulness، تقدر تخليها علاقة صداقة أو تقضية وقت لو تحب،
ما تقدرش يبقى انت عايش روح المرح مع نفسك، اخرج شوف اصدقائك، عيش حياتك، اطلع من طاقة الخذلان اللي انت فيها دي. خليني برضو اخد لكم كارت من الانجل انسر. طلع لك كارتين بيقول لك في نجاح منتظرك، فاجري ورا النجاح ده لانك هتحققه لو انت امنت بيه. وخد بالك من صحتك الجسدية والنفسية، محتاج ضروري ان انت تعمل ده. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الاول، الناس اللي اختارت الحجر الشفاف. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تدوسوا سبسكرايب لو اول مرة بتشوفوا القناة، وتكتبوا لنا تعليق عن رأيكم في القراءة. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده. ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر الأخضر واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف خير بإذن الله. أنا متأكد بنسبة 100% إن الشريك كان موجود في القراءة التانية وإنت هنا، لأن طاقته هناك هي مشاعره هنا. أيوة أكيد القراءة الأولى هتفيدكم لو ما كنتوا شفتوها. طاقتك إنت الـ Seven of Pentacles، إنت بتراقب الشخص ده ومستني إن هو اللي يتواصل معاك، ومستني إن هو ياخد الخطى تجاهك. إنت شايف إن إنت قدمت للشخص ده الكتير، عملت له حاجات كتير حلوة، عملت له حاجات كتير قوي، يعني قدمت كتير جدا، كل اللي كان في استطاعتك انت عملته له ولفترات طويلة، يعني اديت له كل ما عندك، طاقتك كلها خلصت عليه، فلوسك كلها خلصت عليه، اديت له يعني كل حاجة، وانت مستني بقى انه يرد لك اللي انت عملته ده، وهو ما بيردش، ومستني من زمان وبرضه ما بيردش، لكن انت برضه على امل انه يتواصل معاك، على امل انه يكون في فرصة ما بينكم تاني، على امل ان انتوا تتلاقوا، على امل ان هو يعمل علشانك حاجات حلوة. انت بتقول اكيد مهما طال الزمن هو هيفضل يفتكر لي الحلو اللي انا عملته عشانه، وهياخد وقته وهيجيلي. انت بتقول لنفسك كده، وقاعد بقى بتراقب ومستني، وبتقول مش مشكلة، مش لازم يجي النهاردة، مش لازم يجي حتى السنة دي، انا هستناه، وانا واثق ان يوما ما هنتقابل وهيكون في فرصة ما بيننا. يعني انت بتقول لنفسك كل ده. ممكن يكون للبعض منكم توأم شعلة او حاجة، او كنتوا مع بعض في زواج، يعني الشخص ده يعني شايف ان العلاقة انتهت. وعلى فكرة الشخص ده عمل حاجات وحشة كتير في العلاقة دي، هي اللي ادت الى انتهاء العلاقة، وهو عارف ده وندمان عليه بشكل كبير، وشايف ان هو اللي ضيع العلاقة دي، وانه اصلا ما يستحقش فرصة معاك، وانه ضيع اصلا فرصته معاك. ما يعرفش ان انت مستنيه على فكرة، لانه هو شايف ان انت دلوقتي شخص ناجح في مجالك، او شخص مشهور في مجالك، قادر ان انت توصل لمكانة معينة او نجاح معين في حياتك، في انجازات كتير انت حققتها، وان انت شخص مشغول جدا، وان انت مش ملتفت له في الوقت الحالي. فهو شايف ان انت عندك حياتك، عندك عيلتك، عندك شغلك، انجازاتك اللي انت بتسعى لها في الحياة، وان انت مش ملتفت له ولا بتفكر فيه على الاطلاق. يعني ده اللي هو شايفه. الشخص ده بيشعر بالخذلان قوي، بيشعر بالندم، بيشعر بانتهاء العلاقة، وانه خلاص مفيش امل في العلاقة دي، وانه مفيش فرصة اصلا تاني معاك. هو شايف كده، وشايف ان دلوقتي خلاص بقى، يعني هو كبرياءه يمنعه من انه يتواصل معاك، وشايف خلاص ان انت وصلت لحتة تانية، وان انت عليت قوي وبقى ليك مكانتك، وان انتوا خلاص ما بقيتوش من نفس المستوى. يعني خليني اوضح طيب اذا كان في طرف ثالث ولا لا، واشوف برضو العلاقة ما بينكم رايحة لفين في الفترة اللي جاية. تمام.
لو كان في طرف ثالث، فالطرف الثالث ده خرج، الشخص ده دلوقتي لوحده، مفيش أي حد تاني معاه، مفيش أي حد تاني موجود في حياته خالص. يعني أقدر أقول لك مثلا أنت والطرف الثالث، أنتوا الاتنين خرجتوا من حياته في نفس الوقت، فالشخص ده لقى نفسه وحيد، لقى نفسه مش من حقه أصلا إن هو يعمل اختيار، الكل سابه وتركه لوحده، فهو حاليا في مرحلة صدمة، بيحاول انه يعمل شفاء، بيحاول انه يعمل توازن من الصدمة اللي هو مر بيها في السابق، فهو حزين جدا ومفيش اي حد تاني في حياته. لا كمان الشخص ده ناوي انه يفكر كويس، ياخد القرار الصح، ممكن حتى يجي يقول لك شوف انت طلباتك ايه واللي انت هتقول عليه انا مستعد ان انا اعمله ومستعد ان انا انفذه، انا عارف ان انا اخطأت في حقك وانا ندمان، وخلينا ناخد العلاقة دي بشكل مختلف وناخد فرصة تانية ونفتح صفحة جديدة في العلاقة دي. ممكن حتى كمان ما يقولكش ده بنفسه، ممكن يدخل وسيط، حد كبير من العائلة مثلا او كده، بحيث انه يكون في تفاهم وتقدروا ان انتوا توصلوا للحل. فانا بشوف انه في الخطوة القادمة في عرض هيجيلك من الشخص ده او من وسيط ما بينكم، حد كبير في السن، والده والدته، او ممكن حتى يكلم والدك او والدتك بشكل مباشر، ما يكونش الكلام ليك انت، المهم انه هيعمل حاجة علشان يعرف ان هو يحافظ عليك ويرجعك لحياته مرة تانية. وفي عرض هتسمعه من الشخص ده، فاقدر اقولك انه ايوة هيكون في عودة ومصالحة. فأنا بشوف إنه علشان تحافظ على علاقتك مع الشخص ده لازم تحط نقط على الحروف معاه من البداية، ويعني تحدد أهدافك، تحدد أنت عاوز إيه، تحدد أنت كمان عايزه يعاملك إزاي، وتكتب كل ده في ورقة وتبلغه بيه، وتشوف هل هو هيقدر يقدم لك اللي أنت عايزه ده ولا لأ. يعني أنت محتاج إن أنت تحدد ده من الأول، تحدد ده من البداية وقبل أي شيء. فنصيحتك إن أنت تقيم الأمور، تحدد أهدافك وتشوف هل أنتوا هتكون مناسبين لبعض ولا لأ، هل هو هيقدر يوفر لك اللي أنت عايزه، ويكون في عطاء بالتساوي، يعني زي ما أنت بتديله هيقدر هو كمان يديك ولا لأ، علشان يكون في تكافؤ. يعني لازم الحياة خد وهات، فلازم تقيم ده من الأول وتحدده وتشوف هل ده هيتحقق أصلا ولا لأ. يعني لازم تكون عارف حاجة زي دي. خليني برضو أخد لكم نصيحة من ملائكة الحب، بس قبل ما أخد نصيحة ملائكة الحب خليني أقول لكم الأبراج اللي موجودة في القراءة. إحنا معانا برج العقرب ظاهر أكتر من مرة، الحمل والحوت، يعني الحمل برضو على فكرة أكتر من مرة، في سرطان، دلو، سرطان تاني، قوس، أسد، وقوس تاني، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. بيقول لك سيبريشن، كان في وقت من الانفصال ما بينكم، انت محتاج ان انت تتقبل هذا الانفصال لانه كان ضروري وكان لازم يحصل، لدروس انتوا الاتنين المفروض تتعلموها، منها ان هو يتعلم ازاي ان العطاء يكون متبادل، يتعلم ازاي انه يقيم الاشخاص اللي موجودين في حياته ما يخسرهمش بسهولة، ومنها ان انت كمان تتعلم انك يعني تعطي وكل حاجة، ولكن عطائك يكون بحدود، ما يكونش عطاء زايد. يعني كمان طلع لك هنا بيقولك خليك متفائل فيما يخص حياتك العاطفية. خلينا برضو ناخد كارت من الأنجل أنصر نشوف هما كمان هينصحوكم بإيه. بيقولك يس، اللي انت عايزه هيكون، والعلاقة دي هيكون فيها فعلا فرصة تانية ان شاء الله، لو انت امنت ان هي هيكون فيها فرصة تانية. فزي ما كروت الملائكة قالت لك خليك متفائل فيما يخص حياتك العاطفية، لان اللي انت بتتفائل بيه سواء حلو او وحش هتلاقيه، فخلي دايما تفاؤلك ايجابي، توقعاتك ايجابية، ما تحطش نفسك في طاقة الانتظار اللي انت فيها دي،
لأن طاقة الانتظار دي ما بتجلبش ليك غير المزيد من الانتظار، فحاول تخرج من طاقة الانتظار دي، خليك متفائل، خلي عندك حسن الظن بالله، لأن اللي انت هتحطه في دماغك وفي أفكارك هو اللي هيجيلك. فانسى الماضي بقى وانسى اللي حصل، وخلي أفكارك إيجابية، وتبنى أفكار جديدة في حياتك بشكل عام، مش بس حياتك العاطفية يعني. فضروري حاول إنك تعمل ده، لأنه هيفرق معاك بشكل كبير. ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر الأخضر. فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تدوسوا سبسكرايب لو مش مشتركين في القناة، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق وتكتبوا لنا فيه عن علاقتكم مع الشخص ده وإيه قصتكم مع بعض. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.